أهلا ومرحبا بكم طلابي أحبائي، طلاب الصف الحادي عشر. هذا هو الأسبوع الرابع عشر. في هذا الفيديو سنسلط الضوء على أهم المحاور والموضوعات التي سنقوم بدراستها ومناقشتها في حصة اللغة العربية. كونوا معي. وكما يظهر أمامكم على الشاشة عزيزي الطالب، مشروع الوحدة يقوم مشروع الوحدة أساساً على المهارات الكتابية الإبداعية، حيث سيكتب كل طالب منكم مناظرة بين العقل والقلب باستخدام العرض التقديمي المعزز بالصور. وبالطبع سيكون العمل داخل الصف كما أنتم معتادون. الآن سأتطرق إلى أمر مهم، وهو مهارات العرض والتقديم التي تكتسبها عزيزي الطالب، والتي من شأنها أن تعطيك تقييماً أفضل. وبالطبع عزيزي الطالب، سيكون هذا هو أسبوع العرض، ومن المهم جداً في هذا الأسبوع أن تعرف مهارات التقديم التي قمنا بالتعرف عليها. وأولها الاتصال المرئي. هنا الاتصال المرئي يساعد على جذب الجمهور وترك انطباع إيجابي لديهم. يشترط أن يكون لديك الوسائل الفعالة قادرة على لفت انتباه الجمهور، وهو كما قلت لكم مثل تصميم الشرائح بطريقة جذابة، أن تقف وقفة صحيحة. هذا الأمر يجذب المتلقي دون أن تلفت انتباهه بطريقة غير معتادة. دعونا نواصل. التواصل مع الجمهور. هنا لتستطيع أن تقيس بشكل مبدئي رأيهم حول موضوع العرض، إلى جانب المساعدة في إقناعهم بشكل شخصي ومباشر، كما يعتبر في هذا العنصر من أهم عناصر مهارات العرض والتقديم. الاتصال اللفظي. يجب أن يكون أنت كمقدم لمشروعك طريقة حديثك واضحة مباشرة لنقل الرسالة التي تريد إيصالها وإرسالها إلى الجمهور. الصدق، ويجب أن يكون العرض عرض مشروعك ومقدم العرض يتحلى بالصدق، أن يكون خالياً من المبالغة. بالطبع هذا يؤثر على نظرة الجمهور ورأيهم لمشروعك، فيتأثر، يستطيع المتلقي أو المشاهد أن يشعر بطريقة ما إذا كنت أنت صادقاً أم لا. استخدام لغة الجسد، وهي أحد وسائل التواصل غير لفظي المهمة، حيث تساعد على جعل الجمهور يفهمون الرسالة بشكل أوضح، كما يعطيهم انطباع من مصداقية الملقي وثقته بنفسه. هذه استخدام لغة الجسد مثل إيماءات اليد، ربما الحركة في الغرفة نفسها، المشي بطريقة صحيحة، الوقوف أمام شاشة العرض إذا كان العرض يحتاج إلى ذلك بطريقة صحيحة. هذه لغة جسد أنا أعتبرها مهمة رغم أنها توصف بأنها غير مهمة. إليك الآن مجموعة من النصائح. التدريب على العرض. الابتسام بمنطقية. الابتسامة الطبيعية تعطيك ثقة بالنفس وارتياح الحضور. التحدث بسرعة ملائمة. أن لا نتحدث بسرعة كبيرة ولا ببطء، يصبح العرض مملاً إذا كان الحديث ببطء. تذكر أن الحضور أكثر تأثراً بالعواطف. انتقل بالنظر بإيجابية وعدم التركيز على جهة واحدة، ذلك يشعر الجمهور أو المتلقي بأهميتهم. فإذا أنا سلطت الضوء على جهة واحدة، هنا تشعر الجهة المقابلة بأنها ربما تعطي أهمية لهذه الجهة أكثر من الأخرى. إذا شعرت بالتوتر، تنفس بعمق لتتحكم بالتوتر. الصوت المعتدل للارتفاع وغير المرتجف.
الحماس والصدق والثقة بالنفس بتواضع. لا تستخدم النكت أو الأمثال أو الحكم خارج موضوع العرض. لا تطرح الأسئلة على من يقوم بمناقشتك. هذا هو الأسبوع 14 والأخير في فصلنا. أتمنى أن أكون قد وفقت فيما قدمته لكم. طاب نهاركم بكل الأمل والخير والبركة.